أضفنا يعني المبدأ الاستقلالية المالية والتنظيمية والتسييرية لهذا. ثانيا أنا منفصل عن الإدارة. ثانيا يتعلق كذلك بتشكيلتها، رئيسها وثم أعضاء، والأعضاء هم قضاة، موثقين، أساتذة. هذا سؤال مهم جدا سأرجع إليه فيما بعد. أساتذة التعليم العالي والحركة الجمعوية، رفعنا العدد أعضاء الحركة الجمعوية من 20 إلى 50 حتى نسمح لشباب يعني أن يلتحق. واليوم يعني الجزائر اليوم هي الجزائر في فبراير 2019 ولدت في 2019 بطموحاتها برؤاها السياسية برجالها ونسائها. إذا لازم نخلي هذا المجتمع، هذا الجيل يعني يحتوي مساحات سياسية كبيرة. كيف تعين؟ نحن نرفض كلمة تعيين. الدولة ليس لها دخل في تشكيلة هذه اللجنة الوطنية المستقلة. مثلا كي قلت مثلا هناك محامين، المحاماة هما اللي رايحين يصوتوا بينتهم او يعينوا بينتهم عدد الملوح لهم. اذا كان زوج محامين، زوج محامين ينتخبوهم ولا يعينوهم ولا يشغلوهم للنوتير كيف كيف الى غير ذلك، ما يكونش تعيين. ولما تشكل هذه اللجنه ثم هم يصوتون على رئيس هذه اللجنه بطبيعه الحال، رئيس ونائب رئيس الى غير ذلك. اذا ما يكونش تعيين. تعيين لازم الكلمه هذه نمحيها من قاموس السياسي تاعنا.